عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلتها شحال من مرة وهذه نرددها المسامع داك الناس اللي معتوهين ساذجين في العقل ديالهم، واللي حقيقة كما قالت الأستاذة لبنى بن سعيد ما عندهم لا مستوى ولا مقياس ولا مزير ولا تربية ولا أخلاق. كنقول للبعض اللي مشغولين غير بالقيلي والقال، مشغولين بدنيا بطل ما السليب ما لبستوش، دنيا بطل ما قلت لكم انتم ماشي قضاه، ماشي وكلاء الملك، ماشي كوميساريه، ماشي بوحوت، ماشي مخابرات، انتم غير متابعين شعب عالي من نفس الوطن. انتم ما يمكن لكمش تشوفوا الوثائق ديالها، لان دنيا بطل ما قتلت سفحت، دنيا باطمة دارت اللي ما دارت حتى شي مغربية في العالم في تاريخ المغرب. دنيا باطمة كاين تسجيلات عندنا ديال الناس اوتيلات في الخليج وفي المغرب الى يومنا هذا حتى البارح. دنيا باطمة كتهدد صحاب الاوتيلات وصحاب القباريات وصحاب الويل والخنز، باش الى ما غناتش ما خدمتش تشوههم الى يومنا هذا. هي ماشي هي حمزة بوبي دارتو، هي حمزة ديال البيبيات كلهم، هي اللي قتلت، هي اللي سفحت، هي اللي سرقت، هي اللي نهبت، هي اللي مازال كتهدد إلى اليوم الناس ديال القباريات والأوتيلات وغيرهم بالتسجيلات بالصوت ديالها بالتهديد ديالها. زيد عليها سند الحبس، وأنا طالب لها من 5 ل 8 سنين حسب إجراءات القانون الجنائي أو 10 سنين. ما يمكنليش نبين لكم داك الوثائق، وعمري ما غادي نبينهم. ملي تبينهم العداله والقضاء والامن الوطني تشوفوهم، وكاع ما كيتشوفش داك الشيء المحاضر، عمره ما كيتشاف. هاد نشروا لكم انتم الهيئه العليا ديال القضاء، ولا انتم كوميسير برينسيبال، ولا في الشرطه القضائيه، شكون انتم باش نوريهم لكم؟ لاش وحسابكم انا ما عندي شغل غير دنيا بطمه، انا كنخرج منها فقط الحق ديال الناس اللي قتلت وتشويه الناس واللي مازال الى يومنا هذا. هذا علاش داير انا داكشي؟ انا رجل دوله، عندي مقامات اخرى وعندي اشياء اخرى وعندي ملفات اخرى مقابل الوزير الاول باش نزوجو ونزولو ونحبسو ونحاكمو. السلام عليكم حبايبي، كيف الحال؟ اليوم فيديو كيف ما سمعتوا ديال الاستاذ العمراتي، تبارك الله عليه، رجعنا معاه من جديد. وكيف ما سمعتوا الاخوان انه كيقول دنيا باطمة سنة سجنا نافذة ما كافياش في الحق ديال الناس اللي دراتهم، واللي كيف ما سمعتوا انها هي تسببت في جرائم القتل وجرائم ديال التشويه وديال انها كانت كتهدد الناس، يعني التهديد وبزاف بزاف بزاف ديال الحوايج. وسنة كيقول ما كافيهاش، خصها من 8 حتى 10 سنين وقليله بحقها. حبابي اش غنقول لكم، دابا هي دخلت داخل السجن وهي محبوسه في السجن، وتحكم عليها بسنه نافذه سجنا. ولكن كيف ما سمعتوا في الاعترافات ديال الاستاذ العمراتي رشيد العمراتي، انها ما كافيهاش سنه سجنا لانها تسببت في الموت ديال وئام دحماني. وكيف ما كتعرفوا انها كانت كتهدد بزاف ديال الناس، كتقول خصهم يخدموها، ويلا ما خدموهاش غادي تهددهم وتجبد لهم داك الشيء ديال الاسرار ديالهم وتشوههم قدام الناس في السوشيال ميديا. فحشومه بزاف بزاف الناس اللي كيبقاو كيتغولوا ولا كيتقواو على الضعيف، ولا كيبقاو الاخوان يبينوا انهم هما اقوى وداك الشيء. فالقوه هي القوه ديال الله سبحانه وتعالى، واللي تعنى القوه كيموت ضعيف. فلهذا الانسان يتواضع وينزل شويه، راه زادم على الارض كنظن ما تضمنش على السماء. كيف ما كتعرفوا ايضا الحباب، ان الاستاذ رشيد العمراتي كان خرج بزاف في المواقع الاجتماعيه، وماشي مره ماشي جوج، وكان كيقول انه عنده الدليل، وحتى هو هددته بزاف ديال المرات، وعنده الوثائق اللي كتثبت الهضره ديالو. هو ما باغيش يجبد داك الوثائق كيف ما قال في الفيديو اللي انا نزلت لكم في القائمه. قال انه الوثائق اللي غادي ملي غتبغي القانون غتبان قانونيا، ما غاديش هو اللي غيجبدها يوريها. هذا هو الفيديو ديالي محبابي، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنسونيش بلي لايك ليلك حبابي، جزاكم الله خيرا، وشكرا لكم التفاعل ديالكم مع الفيديو السابق. وكنقول لكم حبابي الله يخليكم ليا ويطول لي عمركم، ما تنسوش تضغطوا على الزر الاحمر
والجرس باش توصلوا بالجديد اللي غيمروا الناس غتمر بالصدفه وتعجبها المحتوى ديالي بطبيعه الحال، فضلا وليس امرا. وشكرا شكرا شكرا لكم بزاف حبايبي على اللايك اللي نتوما كديروا لي على الفيديوهات، ومع السلامه.